عبر عنه بقوله. عشرات العلماء والوزراء في الدين الإسلامي من 70 دولة عربية وأجنبية جاءوا إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر لمهمة تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعات المتشددة. آن الأوان لأن نتجه بمؤتمراتنا هذه وجهة أخرى عملية تتعامل مع المشكلات والقضايا محل الخلاف أو محل الصمت والتهيب من الاقتراب منها، تحسما لمواقف بعض فقهائنا المتشددين الذين يرون كل تجديد خروجا على الشريعة. فالوقوف عند حرفية النص القرآني واستخدام بعض الجماعات المتشددة الدين لتحقيق مصالح سياسية وحزبية فتح الباب أمام كثير من أعمال القتل التي تتبناها تلك الجماعات. أسباب دفعت كثيرا من العلماء للمطالبة بتنقيح بعض من كتب التراث واعتماد آليات لتفكيك الفكر المتطرف كما أقر المشاركون. العمل على تكفيف منابع التطرف بالجامعات، وذلك من خلال منع تجنيد الشباب عن طريق حوارات علمية عن الإسلام وروحه السمحة تتسم بالواقعية والموضوعية والعقلانية. وهنا رسالة أخرى بعثها هؤلاء إلى الغرب، حيث قاموا بزيارة الأماكن الأثرية في الأقصر لبث الطمأنينة في نفوس السياح والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي. الأولى التعباء عن مدى الأمن والأمان الذي تحفل به مصر في كل ربوعها وخاصة في هذه الأماكن. الجانب الآخر التأكيد على سماحة الإسلام تجاه الحضارات الأخرى. ثالثا العظة والاعتبار بأحوال من مضى. كما خيمت الهجمات التي تتعرض لها العاصمة الفرنسية على أعمال المؤتمر واعتبرها رجال الدين وشيوخه أعمالا لا تمت للإسلام بصلة، هدفها تشويه صورة الإسلام وخلق العداوة بين الشرق والغرب. بات تجديد الخطاب الديني خطوة مهمة لمواجهة ما تروج له الجماعات المتشددة من أفكار تشوه صورة الإسلام، خطوة تحتم على كل الدول التكاتف من أجل التصدي لتلك الجماعات التي تشكل خطرا على أمن واستقرار دول العالم أجمع. آية رادي، سكاي نيوز عربية، مدينة الأقصر، صعيد مصر.